بدون قناع جابر طيف. في مونتي كارلو الدولية شخصيات تكشف النقاب عن الكثير. من هو ضيف اليوم؟ من هي الشخصية التي نستضيفها بدون قناع؟ المفكر والفيلسوف المصري المعروف الدكتور يوسف زيدان ضيف مونتي كارلو الدولية في برنامج بدون قناع. يوسف زيدان روائي وباحث مصري متخصص في الدراسات العربية والإسلامية، كان مديراً لمركز المخطوطات والمتحف التابع لمكتبة الإسكندرية، ويعتبر أحد أهم الباحثين والمفكرين والروائيين المصريين. اختار أن يتخصص في الفلسفة الإسلامية التي نال فيها رسالة الدكتوراه، وصار أستاذاً في الفلسفة وتاريخ العلوم. لدى الدكتور يوسف زيدان في رصيده ما يقارب 70 عملاً، بينها 6 روايات، كانت الأولى رواية ظل الأفعى، لكن الرواية التي حفرت اسم يوسف زيدان في أذهان وقلوب الكثيرين كانت الثانية في مشواره، وحملت اسم عزازيل ونال عليها جائزة البوكر لأفضل رواية عربية، وتمت ترجمتها إلى العديد من اللغات. مؤخراً أطلق الدكتور يوسف زيدان جائزة تحمل اسمه ومخصصة لإبداعات الشباب العربي وقيمتها 100,000 جنيه مصري. دكتور يوسف زيدان، يسعدني جداً في مونتي كارلو الدولية أن نتواصل معك وأن نقوم بهذا الحوار. أهلاً بك، أهلاً وسهلاً. دكتور يوسف زيدان، طبعا مسيرتك طويلة ومعروفة، وضعت حياتك في خطر من أجل أفكارك إذا أمكن القول، تدافع عن أفكارك بشدة ومصر على المضي في رسالتك لمونتي كارلو الدولية، ماذا تقول عن هذه الرسالة؟ والله يعني لو تذكرنا عبارة الفيلسوف الألماني الشهير نيتشه، حيث يقول: إذا أردت أسمى ما في الوجود عش في خطر. يعني العيش على الحافة العالية والقمم العالية فيه خطورة طبعا، إنما أهو قدر. يعني محمود درويش كمان عنده سطرين شعريين يعني جميلين جدا، يقول: لولا وقوفي على جبل لقنعت بصومعة النسب، حلو، لكن أفقا كهذا المتوج بالذهب الأزرق اللانهائي صعب الزيارة، يبقى الوحيد هناك وحيدا. فطبعا هذه قراءة بعد المسيرة ما تمت، إنما في البدايات يعني أنا كنت أتحاشى النمطي والمتكرر والمعتاد، لا أبحث في القضايا الميتة أو اللي سميتها من 20 سنة القضايا الاستهلاكية، اللي كان دايما الواقع الثقافي العربي بيطرحها على العقل الجمعي أو الرأي العام، وهي أصلا قضايا فارغة، هل حضارتنا عربية أم إسلامية، حوار الأديان، مثل هذا الطرح الأجوف، طبعا كل ما هو أجوف صوته أعلى، ولكن كنت أتحاشى الدخول فيه وأستهدف مناطق أكثر، يعني بعض الناس تشوفها أكثر غرابة، إنما أنا كنت أشوفها أكثر جاذبية. تاريخ العلوم، منطقة التصوف الفلسفي، منطقة اللغة والشعر الصوفي، ثم الأدب بعد ذلك. هكذا كانت يعني المسيرة بالانطباع الأول المبكر البدائي في حياتنا، واستمر الحال على ما كان عليه. دكتور يوسف زيدان، ذكرت عناوين تقول إنها جوفاء مثل حوار الأديان. فعلا هو عنوان مهم، لأن العالم بحاجة إذا أمكن القول، وخاصة في هذه المرحلة التي يمر بها العالم، إلى هذا الحوار. اسمحي لي،
تفضل. هذا ليس مهما، والعالم ليس في حاجة إلى مزيد من الكلام عن الأديان. نعم. هو بحاجة إلى الابتعاد عن الكلام عن الأديان، لأن كفانا طيلة 2000 سنة الماضية الإنسانية عانت معاناة يعني فادحة بسبب الديانات والمذاهب. الرأي عندي أنه ليتدين من أراد أن يتدين. نعم. ولا يتدين من أما مسألة بقى حوار الأديان، يعني بشكل حتى منطقي، كيف يمكن أن يدور حوار بين ديانات تنكر بعضها البعض؟ فإذا كان اليهودي لا يعترف بالمسيحية والمسيحي لا يعترف بالإسلام، والمسيحي يرى أن اليهودية مسؤولة أو اليهود مسؤولون عن مقتل السيد المسيح أو يسوع، والإسلام بشكله العام يعني أو الجماهيري يرى أن اليهود فيهم طبعا ما فيهم يعني غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا إلى آخر يعني الصيغ القرآنية دي، وإن المسيحيين إلى آخر إن هم يعني غيروا العقيدة وحرفوا الكلام واعتقدوا بألوهية المسيح إلى آخر. هذا من حيث الأساس اللي بينطلق منه كل شخص. فكيف يمكن لهؤلاء أن يتحاوروا إلا شكليا؟ نعم. ومظهريا وإرضاء لأغراض غالبا ما تكون سياسية، وكل ما هو سياسي أجوى. دكتور يوسف زيدان، عم نتعرف أكثر وأكثر على فكرك للي عم بيسمعونا اليوم. كيف ترى الأمور بالنسبة للأديان التي لا تتلاقى كما تقول، لأنه لا تؤمن بالدين الآخر، شو الحل؟ إننا نبتعد عن الجدال ده أو ما يسمى الحوار ده، لأن ده حوار من التحوير. نترك المسألة الاعتقادية ونبحث عن قواسم مشتركة بين الجماعات الإنسانية، يعني مشتركات ثقافية اجتماعية لها طابع إنساني عام، ونبتعد عن كل ما يتزيى بزي ديني، إذا كان ربي أو حاخام أو أسيس أو بطريرك أو شيخ سني أو شيخ شيعي. حيثما ظهر هؤلاء المعممون فنذر الشر تقترب. دكتور يوسف زيدان، يعني اللي عم تحكي فيه يوتوبيا خيالي، لأنه اليوم العالم مختلف حتى بالغرب وبالشرق، طبعا بالمنطقة العربية، يعني الكثيرون يتجهون نحو التدين إلى آخره. لا، الناس تتجه ناحية النزعة الروحية الكامنة في كل إنسان بصرف النظر عن عقيدته. النزوع الروحي ده مع اشتداد واحتدام الصراع المادي والمآسي الشديدة، بتتجه الناس يعني بشكل تلقائي إلى النزوع الروحي. هناك فرق شاسع بين النزوع الروحي أو الصوفي وبين التدين الشكلي، وهناك فرق كبير ما بين المفهوم الحقيقي للتصوف باعتباره نزعة مفارقة أو زي ما بنقول في الفلسفة ترانسندنتالية متعالية، وبين التصوف اللي هو الطرق الصوفية والموالد والاحتفالات، هذا فولكلور شعبي لا علاقة له بالتصوف إلا من حيث الاسم. فاتجاه الإنسان المعاصر في المنطقة العربية أو في العالم الغربي إلى الاتجاهات الروحية هو اتجاه اضطراري لملء الفراغ الإيقاعات المادية للحضارة المعاصرة بتطحن بإحساس النفس الإنسانية الواحدة، فتهرب إلى هذا الأفق المتعالي أو الترانسندنتالي أو المفارق لأحكام المادة الحادة اللي بتقضي على فكرة الإنسانية نفسها. هذا أو يصبح فخا لبعض العوام الناس أو الذين لم يدرسون، فيتصوروا أن هذا الشيخ المعمم
أو هذا القسيس الملتحي أو هذا الردي والحاخام ذو الذوائب ذؤابات الشعر يعني اسمها النواس في اللغة العربية على فكرة يعني ذو النواس ده هو ده الحل أو هو ده الروح. لا، هذا قمة المادة، هذا نقيض التصوف، لأنه التصوف أول شرط له الابتعاد عن الشكل. وهؤلاء ابتداء من الزي إلى العبارات النمطية المعتادة المحفوظة الموروثة من أزمنة سابقة، هو لا يخرج عنها، لا يحيد عنها أبدا، فهو نمطي جدا، والتصوف هو عكس النمط. وقت غروب الشمس واقف على البحر بعيد، عمال بحكي له واشكي له واشرح واعيد. فجأة لقيتها وكنت فاكرها عروسة البحر، خارجة من المية وطلتها اقوى من السحر. لما شفتها قلبي دق تلات دقات، والطبلة دخلت لعبت جوه دماغي حاجات. لما الرق دخل قلبي رق وحنيت، طب هعمل ايه؟ رحت انا غنيت. امتى الحب دائما مع جابل طيف بدون قناع. مونتي كارلو الدولية. المفكر والفيلسوف المصري المعروف الدكتور يوسف زيدان ضيف مونتي كارلو الدولية في برنامج بدون قناع. دكتور يوسف زيدان، حضرتك على تماس مع الشباب ومع الجيل الجديد من خلال لقاءاتك فيهم، من خلال أيضا جائزة يوسف زيدان قيمتها 100,000 جنيه مصري مخصصة لإبداعات الشباب العربي. ماذا تقول عن الجيل الجديد، جيل الروائيين والكتاب؟ هل هم يعني في الخط الصحيح نحو الأفكار الواعية والتنوير والتغيير وإلى آخره؟ والله يعني لا يخفى على أحد أن حال الشباب العربي بشكل إجمالي حال صعب جدا. فالبلاد التي نكبت بعد ثورانها أو التي نكبت بدون ثورات حتى وهجرت الناس وتشردت العائلات، طبعا هذا ينعكس على أصعدة كثيرة جدا، منها نفوس النشء والمبتدئين والشباب. وزي ما قال لنا الشاعر العربي السابق حتى عن الإسلام، وهو واحد من شعراء المعلقات العظماء، زهير بن أبي سلمة، عندما تحدث عن الحرب يقول في بيتين من أجمل ما قيل في الشعر العربي: وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم، وما هو عنها بالحديث المرجم، متى تبعثوها تبعثوها ذميمة، وتضري إذا ضريتموها فتضرمي، فتولد لكم أطفال أشأم كلهم ثم ترضع كأحمر عادل ثم ترضع فتفطمي. يعني أحوال الصراع المسلح والحروب بيعاني منها جيل قادم، اللي سماهم أو اللي وصفهم في القصيدة بأنهم أطفال أشأم شؤم يعني. نعم. أما البلاد التي نفدت من الوقوع يعني زي تونس ومصر
بقى الشباب محبط جدا. فمن هذه الزاوية كان تفكيري في عمل شيء لإبداعات الشباب اللي هم تحت 35 سنة كرسالة ضمنية إن هناك من يفكر فيهم ويهتم لأمرهم. فأعلنت العام الماضي الدورة الأولى منها، وهي كل دورة في بلد عربي. فالمنتدى منتدى يوسف زيدان للثقافة العربية في بيروت اختارهم اللي تكون مصر، يمكن يعني تقديرا يعني منهم مشكورين عليه لأني يعني مصري، ان تكون اول دورة في مصر. نعم. واعلن عنها وتقدم حوالي 50 عمل او 49 يعني، وتم تصفية هذا العدد الى 5 اعمال هي تمثل القائمة القصيرة او الشورت ليست يعني، ودي اعلنت الاسبوع الماضي، ويبقى الشهر القادم اعلان الفائز ليستلم جائزته في شهر سبتمبر القادم. دكتور يوسف زيدان، يعني هالجائزة اللي بتحمل اسمك بتكرسك فعليا في المشهد الثقافي يعني والأدبي للشباب في العالم العربي، لأنه الجائزة مش بس بمصر، يعني هناك أسماء أخرى من دول ثانية وليس فقط من مصر. خبرني عن هالرؤية، الرؤية التي تنظر فيها إلى دعم هؤلاء الشباب، وخاصة أنه الجائزة 100,000 جنيه مصري، يعني مبلغ قيم. يعني أولا هي جائزة عربية، لأن أنا انتمائي عربي، ليس عروبيا أو قوميا مثلما كان يعني يلعب اللاعبون السياسيون، إنما أنا اللغة التي أتحدثها واهتمامي بالثقافة العربية تقريبا بيشغل معظم يعني وقتي وإنتاجي الفكري أو الأدبي أو كده. وبالتالي هذه الجائزة تأتي في السياق، يعني يمكن الهدف الأول ليها كما ذكرت لك من قبل هو إيصال رسالة ضمنية للشباب بأن هناك من يهتم بهم. والهدف الثاني إشارة أخرى ضمنية إلى أن اللغة وأن الأدب العربي هذا يخص كل العرب. يعني أنا بندهش جدا لما يقولوا الأديب السعودي أو الأديب الخليجي أو الأديب التونسي، ما فيش يعني هذه تسميات ما أنزل الله بها من سلطان. الأديب ينسب إلى اللغة التي يكتب بها. نعم. فما داموا يكتبوا يعني باللغة، يعني هؤلاء يكتبون باللغة العربية، فهم أدباء عرب. وما دامت الثقافة ناطقة باللغة العربية فهي ثقافة عربية. نعم. حتى لو تضمنت، وهذا شيء طبيعي جدا، عناصر متنوعة من روافد كردية أو أمازيغية أو إلى آخره. هذا شيء طبيعي إن الثقافة فيها سمة التنوع والبدائل الثقافية ومساحة الحركة التي تعطيها ثقافة الجماعة إلى أفراد هذه الجماعة. نعم، يعني وجود المرأة طاغي في جائزة يوسف زيدان. لا مش طاغي، إنما أكثر يعني بنسبة، يعني لم أكن أتوقع إن الأعمال المتقدمة أصلا يكون حوالي 60% أو 55% منها، أكثر من نص بشوية، أنثوي. ثم يعني تأتي بعد عمليات التحكيم الأولى والتصفية الأولى الأعمال الخمسة، يكون فيها 3 أو يمكن 4 مش فاكر، برضو لكاتبات. نعم. أو روائيات. إنما من حيث الموضوع بقى بصرف النظر عن النوع، يعني في اقتحام لمناطق مختلفة، وكأن الكتاب الجدد بيستأنسوا بغربتهم الداخلية للفرار من غربة الواقع الخارجي.
في نزعة للغموض في الكتابة، في اهتمام أقل ببهاء اللغة، وده أنا بعتبره يعني عيب مش ميزة. السمة الأولى بعتبرها ميزة، إن الأديب يقتحم يعني مفاوز أو مناطق غير مأهولة، ده شيء يحسب له. إنما يعني في المقابل الاعتناء باللغة والنصوع أقل، يمكن بحكم المرحلة العمرية. إنما بشكل عام ما رأيته من خلال ما قدم للجائزة أو حتى خارج الجائزة، لأن أنا على صلة دايما بيرسلوا لي نصوص على الرسائل يعني، أو بتابع صفحاتهم. بعتبر إن ده يعني جزء من المهام الأساسية اللي المفروض أقوم بيها. يعني أقدر أقول لك لا، الكتابة مبشرة، وإنه في وقت بتنهار فيه الجوانب يعني مهمة من الروح العربية بسبب طبعا الأزمات المتتالية، تظل الروح الأدبية على توهج يبشر بشيء من الأمل. رغم الزهر اللي متلي لحقوق، شو ما تحكي وتشرح لي وتقول، حبيبي حبيبي دا نرجع، لأ مش معقول. عندي سنون وفي عندي أرميل، بعرف شو يعني إذا أنت بعيد، بس حبيبي إحساسي معاك يرجع لي من جديد. في أمل، إيه في أمل، أوقات بيطلع من ملل. في أمل، إيه في أمل، أوقات بيطلع من ملل، وأوقات بيرجع من شي حنين لحظة تيخفف زعل، وبيذكرني فيك لوني شبابي، بس ما بينسيني شو حصل. رغم الزهر اللي متلي لحقوق، حبيبي حبيبي تنرجع، لا مش معقول. في قدامي مكاتب من سنين، زهقت ورد ومنتور وياسمين. حبيبي حبيبي ما عاد يلمسني الحنين. تابعونا برنامج بدون قناع مع جابل طيف على مونتي كارلو الدولية. المفكر والفيلسوف المصري المعروف الدكتور يوسف زيدان ضيف مونتي كارلو الدولية في برنامج بدون قناع. دكتور يوسف زيدان، خلال مسيرتك تحاول دائما أن ترتقي بفكر الشباب في مصر والعالم العربي لتغيير العقلية السائدة والموروث تيفكروا صح. خبرنا عن أبرز أولوياتك وهواجسك بالنسبة للشباب. والله أنا كان يهمني في المقام الأول تنبيههم إلى خطورة اللغة، أو محورية اللغة في ثقافتنا المعاصرة. لا، فكان من أهم القضايا اللي طرحتها من وقت مبكر، ووظبت على طرحها بشكل يعني بإصرار عليه، قضية اللغة، وأنه النزعة الشعرية ليست طرفا، إنما هي تمثل نصوع اللغة الدال على نقاء التفكير. ولهذا كتبت
كثيرا تكتب مثلا كلمات التقاط الألماس من كلام الناس، وفي كتاب متاهات الوهم، وفي دوامات التدين، وفي مناسبات أخرى كثيرة، في محاضرات وغيره، تصحيح للمفردات أو الصيغ الخاطئة، ليس على قاعدة قل ولا تقل، ولكن على قاعدة فهم محتوى اللفظة والعبارة، حتى لو كانت الدلالة قد اختلفت، علينا أن ندري ونعلم ونحيط بهذا التحول الدلالي، وإلا تنقطع صلتنا بموروثنا، تبقى الكلمة قبل زمن ما تعني شيء والآن تعني شيء آخر، فتكون النتيجة انقطاع التواصل بين الإنسان وثقافته وتراثه. دي من القضايا الأساسية. من قضايا الأخرى يعني اللي بعاني بسببها بس مصر عليها، القضاء على التوهمات اللي هي تاريخية اكتست بصبغة دينية، وده اللي أنا سميته في مقال التحنيف بالتقديس، وكان بقيت عنوان المقالة التهميش بالتشويش، فكان العنوان كاملا هو التحنيف بالتقديس والتهميش بالتشويش، وشرحت طبعا فيها وفي مناسبات أخرى أن لكي نخدع الجماعة بفكرة ما نضفي عليها شكلا دينيا، نعم، فتكتسب قداسة وهمية. نعم، مثلما هو الحال مثلا في الصراع العربي الإسرائيلي، بدل ما يصاغ على أنه صراع سياسي على الأرض، يصبح صراع وجود، ويصبح الأقصى الأثير والقدس الجريح، وطبعا كلها تعبيرات مجازية، ولما بيجي نأصلها في التاريخ، أنا طبعا مش عايز أخد دلوقتي في المنطقة دي، بس نعم إنه هنا التحميس بالتقديس، أو إن يبقى في ثورة في مصر لأنه رئيس الجمهورية عايز يورث ابنه الحكم الجمهوري وبيستولي على خيرات البلاد وبيهمل التعليم والخدمات الأساسية وكده، فالناس بتثور عليه، فنجد بعد شهر ناس ملتحين ماشيين في الشارع يقولوا على القدس رايحين شهداء بالملايين. كان إيه دخل القدس ساعتها؟ إنما هو عشان يوسع لنفسه كراجل ده، وطبعا الناس اكتوت بنار هؤلاء اللي بيسموا نفسهم الإخوان المسلمين كأن غيرهم مش مسلمين يعني، وحكموا سنة، وكان السنة طبعا مريعة، وكادت مصر أن تنهار للأبد يعني لولا يعني تم تدارك الأمر. هنا ده نوع من القضايا اللي بتصدى ليها. كمان إنه نجيب شخصيات من التاريخ يعني تفاحين ونعملهم أبطال، في حين إنه العلامات المضيئة في تراثنا بنغض عنها النظر ونعرف أسمائها بس. يعني تسألي أي حد في الشارع العربي عن مثل بيروني يقولك طبعا البيروني، طبعا طبعا طبعا، إيه ما يقولش ابن الهيثم، يا سلام طبعا ابن الهيثم اللي هو إيه بقى، إنما تقولي له مثلا قطز، ببال صلاح الدين، محمود الغزنوي، اللي هم الشبيحة بتوع التاريخ دول، يقولك طبعا. دكتور يوسف زيدان، يعني عم تدعو لكتابة التاريخ بشكل آخر، إعادة الوعي بالتاريخ، إنه السفاحين دول كده بيعملوا دول ليهم ولعيالهم وسرعان ما انهارت أصلا، إنما الفنانين والكتاب والعلماء اللي هم فعلا عاشوا حياة صعبة جدا عشان يدوا للإنسانية، وإلا هو ليه السلطان بيسمي قاعتين من قاعاته باسم ابن سينا وابن رشد؟ لأنه ليهم إضافة لتاريخ الإنسانية. طبعا ليه لما وكالة ناسا الأمريكية بيستكشفوا القمر ويحددوا الفوهات بتاعة القمر، فسواء يعني ما رأيناه من
انه وكاله ناسا الامريكيه مثلا تسمي فوهات القمر، بعض فوهات القمر باسم ابو عبد الرحمن بن عمر الصوفي، اللي تقريبا ما حدش في بلادنا عارفه. هو طبعا عالم فلكي عظيم جدا. نعم. وله كتاب مشهور صور الكواكب الثمانيه والاربعين من الاعمال الفلكيه المعدوده يعني في تاريخ علم الفلك. هنا احنا مهتمين ببرج ومهتمين بقطز. قطز ايه وبتاعه؟ دكتور يوسف زيدان، اعاده بناء الوعي التاريخي على اساس رشيد، نعرف مين اللي عندنا اعطى للانسانيه ومين اللي نحطه قدام الشباب والاطفال والنشء ونخليه مقرر دراسي. يعني انا لما اقول للولاد الصغيرين افكار واقوال امثال ابن سينا والبيهوني وابن الهيثم وابن النفيس وغيرهم، هنا انا بهيئ ذهنيته للمعرفه. نعم. انما لما اقعد اقول له على طموح جاريه وشجره الدر وايبك ومش عارف مين، دول يعني زباله التاريخ، ما يصحش كده. يعني شويه مماليك عبيد عسكريين تولوا الحكم عنوه، طيب هم دول التاريخ المكتوب؟ يقولوا اصل دول اقاموا دول. يا سيدي لا، ما اقاموش، دول هدموا دول. انما اللي اقام معرفه وادب وفن وافهم في صياغه الحضاره الانسانيه هو ده اللي علينا نوجه الانظار له. معكم جابل طيف في برنامج بدون قناع على أثير موتي كارلو الدولية. المفكر والفيلسوف المصري المعروف الدكتور يوسف زيدان ضيف موتي كارلو الدولية في برنامج بدون قناع. دكتور يوسف زيدان، برنامجنا اسمه بلا قناع. نحن بهمنا جدا الطفولة والتكوين والوعي، كيف تكونت شخصية يوسف زيدان؟ من أنت؟ ولدت عام 1958 ب 30 يونيو بمدينة سوهاج وبقرية العوامية نجع الساقية بصعيد مصر، وانتقلت للإسكندرية مع العائلة وإلى آخره. يا ريت تخبرنا عن طفولتك، يا ريت تخبرنا كيف اكتشفت الثقافة الأدب، شو كانت أحلامك إلى آخره. والله أنا يعني اسم برنامجكم لا ينطبق علي خالص، لأن أنا ما عنديش أقنعة. يعني كل ما هو في حياتي مكشوف. انا كتبت عن سنوات التكوين، انه يعني مقالات منشوره او يعني اقتضت المناسبه ليها. نعم. لما كانت مثلا مجله الهلال المصريه بتعمل باب ثابت عن كيف تكون الكتاب، فكتبت مقاله وحكيت على وعيي بالعالم اللي تفتح في الإسكندرية ثم زيارتي للصعيد بعد كده، وحكيت عن الحب الأول في حياتي لما كان عندي 11 سنة
وحبيت مديرة قصر ثقافة الحرية في الإسكندرية، كان عندها حوالي 30 سنة وطبعا كان الحب ان ايه، ان انا اعدي من قدام مكتبها والتفت كده وبعدين اكمل بس، يعني هو هي دي الدراما الفظيعة. قديش أثرت فيك الإسكندرية، هذه المدينة الكوزموبوليتية اللي تاريخها عريق، قديش أثرت فيك والبحر وإلى آخره؟ لا هي كل حاجة، مش أثرت فيها نعم. بنسبة معينة، هي كل النسب. نعم. أنا لحد سنوات قليلة كانت الكتابة عندي سكندرية، يعني يمكن في السنوات الأخيرة اضطراري للإقامة بين القاهرة وبين إسكندرية، فأحيانا بكتب في القاهرة، إنما لحد مثلا 6 7 سنوات فاتت كان لا أستطيع أن أكتب الكتابة يعني النهائية أو الكتابة اللي هتنشر إلا في اسكندرية. ممكن أعمل مسودات في أي مكان آخر، بس الكتابة يعني البحر، يعني الأفق المفتوح، يعني المخزون الداخلي من وعي الشخص بأنه المكان ده كان قاعد هنا كلوديوس بطليموس وهيباتية وجالينوس طبعا على نفس الصخور دي، وكان شايف نفس النجوم دي، وكان بيشم نفس الهواء ده إلى آخره. الإسكندرية، الجاليات المختلفة، الإيطالية اليونانية، كان فيها التلاقي أنا والتلاقح. أدركت طبعا، أدركت بقاياهم الأخيرة أو الناس اللي استعصمت بمصر وتحملت البلطجة اللي مارسها جمال عبد الناصر وأصحابه ونزع الملكيات والأموال عشان يوزعها على الفقراء عشان يهتفوا له، ثم يودي بنا ويزري بنا أمام العالمين وينهزم مرة بعد. بس مش عايزين ندخل في لا مش حندخل. طيب الإسكندرية شو عطتك برأيك؟ هالانفتاح، احترام الآخر، معرفة الآخر، لأنه فيها ثقافات وأديان متعددة. كان كلمة الآخر دي كمان ما بعرفهاش قوي، يعني طيب. أنا بعرف الإنسان. نعم. يعني وأنا طفل صغير فاكر من أولى المهام اللي كانوا يطلبوها مني إن أنا أروح مثلا للبيت أشتري البن، فأنا بشتريه من واحد هو اسمه بس الخواجة، هو راجل يوناني وعايش مصري بيتكلم زي، بس انا لانه كنت في الطفوله دي في الابتدائي يعني مثلا 8 سنين كده او حاجه بحب اجمع الطوابع، فهو كان بيديني الطوابع ويقول لي ان ده من قبرص ودي من اليونان ودي مش عارف من حلو كذا ودي حلو من كذا. فانا شايف انه ده العالم هو متصل اصلا، لا ارى نفسي منفصلا. الناس اللي جم من الصعيد وسكنوا في اسكندريه ليهم طبيعه مختلفه عن الصعيد بتاع القاهره. نعم نعم اسكندرية يعني التلاقي الحي مع التاريخ، لأنه تقسيم المدينة وشوارع والميناء البحري والامتدادات حتى التالية كل ده لم يتغير من ساعة الإسكندر، يعني لا يزال الميناء الشرقي هو منطقة محطة الرمل دلوقتي اللي هي كان فيها كنيسة قيصرون في الزمن المسيحي واللي كان فيها معبد قيصر نفسه ايام كليوباترا، في منطقه كام شيزار، حتى الناس اسالهم يعني ايه كام شيزار يقولوا مش عارفين، اللي هو معسكر سيزار. نعم نعم سيزار يوليوس قيصر لما جه وعسكر، فالمستشارين بتوعه نصحوه انه ما يدخلش المدينه لانه اهل الاسكندريه اكثر شعوب الارض صخبا، هكذا يعني ورد في النصوص التاريخيه. فنصحوه مستشاروه بان يعسكر خارج طور المدينه، فعسكر في المنطقه اللي بتتسمى دلوقتي جنب شيزار. اذا من مسميات الشوارع ان نروح الجامعه كليه الاداب في شارع سوتر، سوتر سوتير اللي هو بطليموس الاول، سوتير سوتير يعني المنقذ اللي هو أنقذ أو يعني بعد وفاة الإسكندر، هو كان من قواده وهو كان راجل حكيم يعني، وأنقذ الإسكندرية ومصر، ليأتي وبدأ المكتبة طبعا العظيمة، ويأتي بعده على طول بطليموس الثاني فيلادلفوس اللي بنشوف فيه الإسكندرية لمدة 500 سنة تالية، هي أكثر الأماكن إضاءة وتألقا وتوهجا في العالم.
نعم. حتى ان العالم من اي جنسيه ولا من اي بلد كانوا يجوا يدرسوا. نعم نعم. لا يعتد بعلمه الا لو كان فعلا من الاسكندريه. وظل الحال على هذا من القرن يمكن الثاني قبل الميلاد الى القرن الثالث الميلادي 500 سنه، واسكندريه هي مناره الدنيا. فعلا فعلا. دكتور يوسف زيدان، من طفولتك يعني جدك له مكان كبير بحياتك، من طفولتك شو أخذت دروس بالحياة؟ والله جدي لأمي أخذت منه إنه هو كان يقعد يحكي لي على الصعيد والقبائل، ودي جت منين، ودي مش عارف العينة دول جدتهم إيه، وقصص كده. فغرس يمكن فيا عملية تأصيل الظواهر. عشان كده لما رجعت بعد كده، ما أنا ما رجعتش صعيد في زيارات إلا لما كبرت، فكنت يعني بالنسبة لهم مدهش شوية في 20 سنة وبتكلم كلام يعني الناس اللي هم كمان الأساتذة اللي علموني في اسكندرية اليوم تأثير كبير جدا يعني. نعم. كمان خالي كان أديب مش معروف يعني، نشر عملين أو حاجة، وكان بيشتغل في دار الهلال، وكان يعني بتناقش معاه ويجيب لي الكتب فكان مؤثر برضو في سياقي. فمن جملة هذه التأثيرات ومع تطويرات بقى بتتم بحكم تغيرات الحياة بقى والتقلبات وانتقالات الوعي نفسه كمان، إنه أني أدرك مثلا التصوف وتعمق فيه والشعر الصوفي، فأقول لأ علشان أكون واعي بالتراث العربي لازم أروح للجهة المقابلة، فأشتغل في أو أبحث يعني في تراث العلوم أو تاريخ العلوم والمخطوطات بقى العلمية في الفلك، ونشرت منها حاجات كتير. ونشرت أكبر يعني موسوعة طبية في التاريخ الإنساني يكتبها شخص واحد، اللي هي كتاب الشامل في الصناعة الطبية لابن النفيس، ونشرت في 30 جزء وحصلت بيه على جائزة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في 2005 2005. وده من أهم الأعمال اللي هي في تراثنا. دكتور يوسف زيدان، أنت تحمل جائزة البوكر لعزازيل لكتابك عزازيل، وهي رواية ترجمت إلى عديد من اللغات. هذه الرواية يعني أخذت ضجة وأخذت جائزة، وتحدثت فيها عن المسيحية أيضا، وعن صعيد مصر والإسكندرية والقدس وإنطاقيا. وطبعا هي رواية صارت عالمية اليوم، يعني خرجت من العالم العربي إلى العالم. كيف بتفسر نجاح عزازيل دكتور يوسف زيدان ولماذا؟ والله أنا لما كتبت عزازيل في 2008 لم أكن أتوقع أبدا انتشارا لها، وأهدتها الآية بنتي، حتى قلت في الإهداء المطبوع إلى آية: تلك يا ابنتي آيتي التي لم تجعل للعالمين. ظن مني أنه هذه الرواية لن يقرأها إلا ناس مهتمة بالفلسفة، فأفاجأ قبل حصولها على جائزة البوكر أنها اتطبعت 9 طبعات. نعم. ودي طبعات دار الشروق، تبقى طبعات يعني كبيرة، حوالي 10-15 ألف نسخة من الطبعة الواحدة. ثم بعد البوكر تحصل على جائزة أنوبي في إنجلترا لأحسن كتاب مترجم للغة الإنجليزية. ثم جائزة هانيبال برضو علشان الترجمة الإنجليزية. عند صموئيل شمعون. أيوة. ولما صدرت الطبعة الفرنسية عن ألبا ميشيل، بعد 3 شهور اختارها اتحاد الناشرين الفرنسيين. انا بعرفش فرنساوي بس حاجه كده بيسموها لو جران ليفر دو موا، يعني كتاب الشهر. الكتاب يعني المهم بتاع الشهر، وعملوها طبعا خاصه يعني عشان تكون متاحه. واللغه ترجمت لحوالي يمكن 30 لغه حتى الان. ما اعرفش ليه ايه سر انتشارها. يمكن لأنها بتحتفي بالإنسان، وحتى بابا الفاتيكان امتدحها، وإمبرتو إيكو الأديب الإيطالي الكبير. وشهادات كتير يعني جاءت في صف الرواية. يمكن أعمالي الأخرى اللي زي النبطي
هي يعني لا تقل تعمقا عن عزازيل، ولكن هي مختصة أوي بالثقافة العربية، إنما أنت عزازيل لأنها بتتكلم عن الثقافة المسيحية. نعم هيدا كان سؤالي. يعني اخترقت الديرة في القرن الخامس ميلادي، وخاصة أنه جاي من روائي وكاتب يعيش في مصر ويعالج هذا الموضوع. برأيك ما هي الرسالة التي حملتها رواية عزازيل للقارئ الغربي؟ أنه سواء القارئ غربي أو شرقي، معاصرا أو قديما، أنا أوجه نظره ناحية الإنسان. نعم. الإنسان الضائع بين الصراعات المذهبية والتدين الشكلي، سواء بين الكنائس أو بين المذاهب الإسلامية، أو بين البروتستانت والكاثوليك، أو بين الأرثوذكس والمصريين والأرثوذكس اليونانيين، أو بين السنة والشيعة. هذه الصراعات غالبا سياسية، معظمها دنيوية، تضيع الإنسان. كان الراهب هيبة في رواية عزازيل بيمثل الإنسان التائه في الصراع المذهبي، اللي بيفقد لحظاته ومعنى وجوده من أجل لا شيء. فهذه الرسالة تخص القارئ في الغرب وفي الشرق. نعم. يعني ليست مقصورة على قارئ معين. دكتور يوسف زيدان، الإعلام في ظل المنظومة الإعلامية الحالية، حضرتك موجود بالإعلام، قديش الإعلام مهم بالنسبة لك لنشر الأفكار في هذه المرحلة؟ هو مش مهم، هو واجب. يعني أنا عموما عندي عزوف عن وسائل الإعلام، إنما أحيانا بحس إن الواجب يقتضي. وبعدين بتحصل أشياء، يعني لما جيت أقدم الحلقات بتاعة رحيق الكتب، حتى المتخصصين في الإعلام قالوا أو اندهشوا من كمية الإقبال اللي هي مش مسبوق. نعم. ده على المشاهدات، سواء أثناء إذاعة الحلقات أو بعد وضعها على اليوتيوب. إيه بس هيدا بيدل على أهمية ما تقوله، على ضرورة وجوده أيضا في المشهد الإعلامي. لا، يمكن في بقى ناس تانية شافت انه مدام عمل انتشار واسع كده يبقى مفروض يبقى مش موجود، ما عرفش. على كل حال دكتور يوسف زيدان، كيف بتواجه النقد اللئيم؟ يعني بقعد اضحك عليه. طيب من اين لك الجرأة للدفاع عن افكارك بهذا الشكل في العالم العربي، في مصر والى اخره؟ اني ما عنديش خوف من شيء، يعني تجاوزت الخوف من اي حاجه. حلو. من الموت، من المعاناه، يعني تجاوزت الكلام ده كله. وبالتالي انا ما بقولش شيء الا بعد ما رجعوا امتلئ به تماما. وبالتالي يجوا مثلا الجماعات الدينيه يقعدوا يصخبوا كده قدام الشخص وبتاع عشان يترعب. انا ما ترعبش، يعني ما عنديش الحكايه دي. كيف تجاوزت الخوف؟ انك تعيشي وانت خايفه، ده أسوأ من إن الواحد يموت. طب ما نموت أحسن. يعني أيام مثلا الإخوان في مصر لما واجهتهم المواجهات الشديدة وليس مستندا، هم يقعدوا يقولوا بقى لا أصل كان في اتفاق بينه وبين الرئيس السيسي والكلام فاضي كله. لا، أنا كنت بدافع عن بلد وعن تراث طويل، وكنت طبعا معرض لأشياء كتير جدا، ومش ولا أكترث يعني بهذا علشان ما انكسرش من جوايا. وكانت دايما كنت أقول لهم لا شيء يكسبنا، ودي قصيدة لمحمود درويش. الدكتور يوسف زيدان، بدنا نحكي عن المرأة. المرأة صورة عن تطور المجتمع وتقدمه. عندما تنظر إلى المرأة اليوم في مصر والعالم العربي، ماذا يقول دكتور يوسف زيدان؟ المرأة هي طبعا مرآة الإنسان في كل زمان ومكان. يعني أنت عايزة تقيمي أي مجتمع أو أي مرحلة تاريخية، شوفي في الفترة بتاعة الهجمة الوهابية الشرسة، الحمقاء الصحراوية أدى إلى تقوقع الصوت النسائي في الثقافة في مصر وفي المنطقة العربية. إنما مع انقشاع أو اختفاء أو انكشاف هذه الكذبة الوهابية، أظن إن في أمل إن تستعيد المرأة في المنطقة العربية بعض من مكانتها التي كانت
يعني موجودة نتيجة للزمن الليبرالي اللي بدأ في مصر في القرن 19، في النصف الثاني من القرن 19 والنصف الأول من القرن 20، ثم أجهضته الاتجاهات الدينية المتخلفة، المؤامرات النفطية التي يعني تم الاعتراف بها. يعني ولي عهد السعودية قال من شهور على الملأ أنه ده كان تكليف من إنجلترا بنشر الوهابية وكده، وإحنا يعني تبنى عن هذا. وطبعا لم يفكر في أن يصلح الخطأ ده، هو يعني اكتفى بالاعتراف بأن دي كانت يعني إيه غلطة وكانت توجيهات بريطانية، إنما يعني من أفسد شيء عليه إصلاحه. طيب سؤال أخير دكتور يوسف زيدان، بالنسبة للأجيال المقبلة اللي عم تسمعنا اليوم ومستمعينا بكل أنحاء العالم، شو بتتمنى بختام هذا اللقاء للعالم العربي؟ أن تكف الحرب، وأن يكف الجدال في الدين والتعصب الديني، وأن نحتفي بالإنسان، وأن نهتم باللغة وبالفن وبالمعنى. بالمعنى، نعم. دكتور يوسف زيدان، شو بتحب تسمع أغاني ببرنامجنا؟ في 4 أغنيات. يعني مثلا أنا أحب قوي أسمع ارتجال منير بشير على العود، أغاني المهرجانات المصرية، وطبعا كل الناس بتحب تسمع فيروز. أيوة، بالذات فيروز اللي هي المنطلقة، اللي هي عارفة الأغنية بتاعت البوسطة دي والأوتوبيس ده، النقلة اللي عملها زياد يعني الرحماني مع مامته وكده. وطبعا ما دام قلنا غنى يبقى لازم ولو كلمة من أم كلثوم. طبيعي، أدي 4 اختيارات. أنا بحييك جدا، أهلا وسهلا فيك بمونتي كارلو الدولية، على أمل دائما أن نتواصل. أهلا بك. أهلا وسهلا. الأمل